نعمل شير سكرين ونقول الو. فاكرين الناس الجمال دولت؟ الو، انتوا معايا كده؟ شايفين كده شباب ولا لا؟ تمام شايفين الناس الجمال؟ فاكرين فاكرين تمام الجدول ده ولا لا؟ ايوه فاكرين. طب تمام، يلا بقى نعمل بقى عليه. بصوا يا شباب، دلوقتي بصوا يا شباب، دلوقتي احنا شغالين دلوقتي ان الجدول ده فيه محاسب واداري ومهندس وكل حاجه، تمام؟ فدلوقتي لو انا عايز يعني ايه الخص الموضوع ده، يعني الموضوع ده يبقى ملخص وتبقى الدنيا مظبوطه فيه، نعمل ايه؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا نعمل موضوع ان احنا نعمل هنا نفلتر على اسامي المحاسبين دولت ونعمل كاونت اف وسام اف، دي في المحاضرة الاولى. طب انا عايز اجيب كل حاجة بسرعة، هنعملها ازاي؟ بصوا يا شباب، هنيجي نقف هنا في اي حتة في الجدول، تمام؟ وندوس كلمة انسرت، انسرت، تمام؟ وفي حاجة هنا اسمها بيفت تيبل، هندوس على المربع ده بيفت تيبل. قال لي هو كده حدد اهو، لو تلاحظوا المربع اهو اتحدد على ال بالتنقيط اهو على الشويه دولت. قال لي انت عايزه في نيو ورك شيت ولا في اكزيست ورك شيت؟ اكزيست يعني نيو ورك شيت اللي انت تفتح ورك شيت جديده. الاكزيست اللي انا ادوس هنا كده واروح دايس هنا كده في المربع واقول له انا عايز الحاجه دي تطلع لي هنا كده وندوس اوكي. تمام كده انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ الو، ايوه معاك يا فندم. معلش انا اسف، بس يعني خليكم بس معايا كده، تمام؟ فالمهم لما عملت المربع ده ايه اللي حصل؟ قال لي دلوقتي ده الجدول. الجدول ده عباره عن اربع مربعات، تمام؟ الاربع مربعات ده عباره عن الفلتر دي حاجه هنرجع لها بعدين، الكولوم دي اللي هي العمدان، اللي هي العمدان دي كده اللي هي العمود N و O و B، والرو اللي هي الصفوف اللي هي اللي بتنزل لتحت كده، والفاليو اللي هي القيم. القيم هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. دلوقتي لما اجي اجيب كده مثلا اللي هو المسمى الوظيفي واحطه في الرو، بصوا نزل لي اهو اداري ازن قانوني مبرمج محاسب مهندس، ولو جبت راتب الموظف وحطيته هنا كده هو عمل لي صم على فكره. قال لي بص بقى يا محمد، قلت له اتفضل. قال لي بص دلوقتي، ثواني بس نكبر الكلام ده شويه كده بيبقى حلو كده ابن ناس، اهو اهو. دلوقتي قال لي ان الاداري، الناس الاداريين مرتباتهم 25000 جنيه، الازم مرتبه 5000 جنيه، القانوني مرتبه 2700 جنيه، المبرمج وهكذا. طب لو انا عايز اجيب مجموع مرتباتهم وكمان اجيب عددهم، يبقى اجيب المسمى الوظيفي برضو واحطه هنا كده. المسمى الوظيفي عمل لي كاونت، كاونت يعني عد. قال لي بص يا عم محمد، في اداري في منهم تسعة، وممكن نكتب هنا مثلا، نخليه نكتب عدد اهو، عدد الموظفين، ندوس اوكي. قال لي بص يا عم محمد، قال لي الاداري في منهم تسعة مرتباتهم 25000 جنيه، والازم فيه منهم اتنين بياخدوا 5000 جنيه، والمبرمج فيهم منهم اتنين بياخدوا 6000 جنيه، والمحاسب فيه منه اربعه بياخدوا 12000 جنيه. حد فاهم حاجه؟ لا مش فاهم، هو ايه الغرض من البيفت تيبل ده برضه؟ بص يا شباب، الغرض من البيفت تيبل ان انت بتلخص داتا كبيره في جدول صغير. فاهمني؟ مين كان بيتكلم؟ شادي. بص يا شباب، تمام دلوقتي يا شادي، انا عندي داتا اهي، الداتا دي برضو الى حد ما صغيره، هوريك دلوقتي الداتا الكبيره عامله ازاي. دلوقتي الداتا دي في منها شويه بيانات. انا دلوقتي لو مدير شركه او مثلا واحد بطلع الريبورت لمديري او حاجه زي كده، بقول له بص يا فندم، احنا عندنا في اداري في تسعه منه، تسعة اداريين بيقبضوا التوتال بتاعهم كله 25000 جنيه. زي تحليل بالظبط يا ياسمين، زي التحليل. طب دلوقتي اقول لك على حاجه برضو يا شادي، خليك معايا. عارف بقى ممكن نعمل ايه كمان؟ سامعني؟ تمام. ممكن كمان، شايف انت راتب الموظف ده، نروح حاطينه هنا كده
ونخلي الراتب ده، بص لو انا جيت دوست على الصم دي، دوست على كلمة value وخليتها حاجة اسمها average. بص بقى مش هادي. قال لي بقى ايه، بص بقى التفاصيل دي، قال لي ايه، قال لي دلوقتي بص نكتب هنا متوسط راتب الموظف او متوسط الراتب، بالظبط. بص بقى يا شيخ، قال لي ايه بقى، في تسع موظفين اداريين مرتبهم يتراوح ما بين ال 1800 وتوتال المرتبات بتاعتهم 25000 جنيه، في اتنين مبرمجين متوسط التوتال بتاع مرتبهم 3000 جنيه وهم بياخدوا 6000 جنيه التوتال بتاع الاتنين. حد فاهم حاجة ولا لسه برضو؟ ألو؟ يعني كانوا بيعمل إحصائي. بص يا شباب، اللي أنا كل اللي أنا عملته ده، دي حاجة اسمها بيفوت تيبل، دي حاجة اسمها إحصائيات أنا بعملها علشان أطلع بنتائج سريعة وملخصة. فهمت قصدي إيه؟ يعني اللي أنا عملته ده أنا كنت عايز أقول لكم عليه، بس أنا حبيت إن أنا أدخلكم الأول في التجربة وبعد كده أشرح لكم بقى يعني إيه بيفوت تيبل. البيفوت تيبل دي اسمها الجداول المحورية، الجداول أو الجداول البيانية. دي جداول بتعمل ايه؟ دي جداول بتلخص الداتا الكبيرة جدا وبتصغرها في حاجات صغيرة. يعني مثلا في مثلا عندنا مثلا يا شادي، في عندنا أربع محاسبين مثلا، أربعة متوسط مرتبهم المتوسط بتاعهم 3100 جنيه، وهم كلهم على بعضهم توتال المرتب بتاعهم كله 12000 جنيه. لما يجي دلوقتي واحد من المحاسبين دول تيجي يمشوا، انت معايا يا شادي؟ سامعني؟ حضرتك طبعا. لما يجي ناس من المحاسبين دول تيجي يمشوا، وانت تيجي تقول طب انا عايز اعين محاسب تاني، فتعينه بناء على الرقم ده. فاهم قصدي؟ يعني ممكن يبقى 3300، 3200، 3 وهكذا. يبقى عندك متوسط مرتبات الناس اللي عندك، تعرف على الاقل لو حد مشي تعرف تجيب مكانه بحد بالمرتب دي. طب دي كده تفاصيل صغيرة، ايه رأيكم لما نخش في تفاصيل اكبر؟ تعالوا، مجموعة الأهل التجارية اسمها مجموعة الأهل. معلش سؤال، اتفضل. هو دلوقتي طيب بيديني اللي هو متوسط الراتب ده تعتبر النتائج متوسطية مش دقيقة؟ يعني هل ممكن مش أوصل دقيقة قوي لنتائج بس دقيقة؟ متوسط، مش دقيقة قوي بس ممكن، بس ده متوسط بيبقى كبير. مش دقيقة، لأن متوسط أنا مستني المحاضرة دي بالظبط، لأن أنا بشتغل على برايفت تيبل دوت، فعشان كده كنت عايز أتوسع فيه أكتر، بص يا فعشان فندم، كده ممكن الأسئلة تبقى المتوسط كتيرة ده، شوية. بيكون بيكون مجموعهم على عددهم، ده المتوسط بتاع البيفت تيبل، متوسط اللي هو الافريج بصرف بيبقى النظر اسمه. عن كل واحد بياخد كام؟ ايوه، ممكن واحد على فكره ممكن يكون بياخد 10000 جنيه، وممكن في ناس طب ما تانية هو كده بتاخد. اللي بياخد 10، معلش انا اسف، بس اللي بياخد 10 دلوقتي وواحد بياخد مثلا 4، هنوصل للمتوسط ان هو ممكن يكون 6 او 6 ونص تقريبا. طب ما هو اللي هيجي جديد انا هديله بناء على اللي بياخد 10 ولا اللي على بياخد 4؟ لا، بناخد على المتوسط بقى، ما بناخدش على ال 10 ما هو ده ولا قصدي، ما المتوسط. هو كده ممكن ما يكونش هيوصل لده ولا هياخد زي ده، ايوه انا عارف، صح ولا؟ احنا كده دخلنا في المتوسط، انا بجيب لك التفاصيل بس ايه، بسيطه بسيطه تقدر نفيد بيها الاداره او الشركه بتاعتنا. فاهم قصدي ايه؟ ايوه بس فهمت. لكن لو عايز اوصل لنتائج ادق ممكن ما اخدش انا بالمتوسط بقى، اخد بحاجه تاني. نبتدي نخش في تفاصيل اكتر، نبتدي نخش في تفاصيل ان شاء اعلى. الله ان شاء الله. تعالى بقى ماشي، كده، بص متشكر يا شباب، لحضرتك. احنا كده عملنا البيفت تيبل ده، ده تفاصيله بتكون الى حد ما دي مرضيه للشركه اللي انت بيجيب لك تفاصيل. طب دي كده في حاجات، خدوا بالكم دي، بصوا قد ايه دي مثلا، تعالوا كده نشوف كده، دولت كام مثلا، دولت كلهم على بعضيهم حوالي 20 موظف. طب تعالى بقى نبص بقى على تفاصيل اكتر زي دي مثلا. بصوا يا جماعه، دي علامتين رقم. بصوا يا جماعه، اسمها مؤسسه مجموعه الاهلي التجاريه، دي شركه اسمها مجموعه الاهلي التجاريه، انتوا معايا صح كده؟ ايوه مع حضرتك. بصوا يا شباب، دي شركة اسمها مجموعة الأهلي التجارية، تمام؟ بتدي لوكلة أو ليها وكلة في كل حتة في الوطن العربي. ممكن يعني مثلا في مثلا الأهرام بيدي مثلا الواجهة مصر، يعني مجموعة الأهلي دي ليها وكلة أهو
في الكويت وفي سوريا وفي البحرين وفي الامارات، وكمان بتديهم كميات، وكمان الكميات دي الفرز بتاعها ايه، اللي هو مثلا جيد ولا جيد جدا ولا ممتاز ولا ايه، وكمان بيقول لك تاريخ الشحن، تاريخ الشحن مثلا يوم كذا بشهر كذا وفي سنة كذا، وتكاليف الشحن عليه ايه، وتكلفة البضاعة والتكلفة النهائية والمسدد وتاريخ المسداد والتكلفة المتبقية. حوار كده كبير قوي. تمام كده يا شباب، انتوا معايا صح؟ تمام. معلش خليكم، بس انا اسف، بس انا بس بقول لكم ليه معايا معايا، لان انا والله ساعات الانترنت بيعطل، فانا ما بعرفش انا بتكلم والناس سامعاني ولا لا. لا سامعين حضرتك. تمام. دلوقتي بقى نيجي بقى لحاجة، تفاصيل مثلا تانية. تفاصيل زي ايه مثلا؟ دلوقتي انا هبتدي انا من عندي انا، تمام؟ دلوقتي انا عايز اعرف ايه الانواع اللي بيتباع منها كميات اكتر، فاهمين؟ دلوقتي انا عايز اعرف ايه الانواع اللي بيتباع منها كميات اكتر. تمام كده واضح؟ واضح. ماشي. بص يا عز الدين، هنروح عاملين ايه بقى؟ هنروح جايين واقفين في اي حته في الجدول ده، وندوس كلمه انسرت، انسرت بيفت تيبل. بص هو حتى علمني على الجدول كله، وادوس اوكي. بيقول انت عايزه في نيو ورك شيت ولا في اكزيست ورك شيت؟ اقول له في نيو ورك شيت، وادوس اوكي. بص بقى النوع اهو، النوع احطه في الرو. بص بقى اهو، ايوه هي الحته دي اللي تملي، انا خدتها من زمايلي بس مش فاهمها قوي. ماشي. انا بحدد الاربع مربعات دي. لا انا كل اللي فات حضرتك الحمد لله انا عارف الاربع بقى مربعات اللي عندي دول بصنفهم بناء على ايه، انا عشان افهمها بس. بص بص يا عز الدين، دي الحاجه اهي، لسه الجدول اهو. تمام. لو حطيت النوع، تمام عز الدين، لو حطيت النوع هنا في الكولوم دي هتلاقيه بص نازل كده بالشكل ده كده. اه دي عمدان، اسمها عمدان. طب لو انا حطيت النوع في الرو هنا بقت نازله بالمنظر ده، وطبيعي ان احنا عايزينها هنا كده. اه تمام. ايوه بالظبط بالظبط، هي عايزين بقى شكلها نحط كده، ده قدامها، الصح. عايزين بقى نحطها في الكميه، نحط الكميه قصادها. يبقى هناخد الكميه كده ونروح حاطينها هنا كده في الفاليو اللي احنا نجمعهم. عايزين نجمع كل الكميات تبع كل نوع، فهمت قصدي ولا لا؟ يعني اقدر اقول ان الاولاني ده الوصف مثلا والباقي كاعداد، التاني الاولاني ايه؟ وصف الحاجة نفسها ككلمات أو كحاجة، والتاني كأعداد مثلا، بص ولا مش الفاليو دي، شرط؟ الفاليو دي اللي بتعمل فيها العمليات الحسابيه. الفاليو المربع الاخير اللي على اليمين ده اللي بتعمل فيه العمليات الحسابيه، ده اللي هو بيتعمل فيه ايه، الجمع والطرح والكاونت العدد والمقارنات والحاجات دي. اما بقى الكولوم والرو دي ما انا بتقعد تظبط فيها الاشكال بتاعه التقرير. ما انت ممكن تحط النوع ده هنا اهو، اهو كده اهو، يطلع لك اهو. لو اتحط هنا يفرق. لا ولا يفرق ولا حاجه، هي كأفقي ورأسي مثلا، او افقي كأعمدة وراسي بالظبط، افقي وراسي. لكن وكخانات. لكن الشكل الحلو، الشكل الاحسن بيبقى كده، انا متعود على ده، انا بشتغل فعلا على كله ده. بيتعود على كده، كله على كده. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ انتوا معايا كلكم ولا وده ايه؟ الانسب، وده بالظبط الانسب. صح. يا جماعه عز الدين بس اللي معايا ولا كله معايا؟ انتوا معايا صح؟ معاك يا هندسة، معاك يا فندم، معاك. بص بقى دلوقتي، اصل هي دي تقريبا مرحلة متقدمة مش كده؟ لا لا لا، مرحله تبقى كويسه ان شاء الله، هعلمك حاجات كتير قوي ان شاء الله باذن الله. اتفرج بس وان شاء الله تنبسط. بص يا شباب ربنا يبارك في حضرتك حبيبي، دلوقتي يا شباب، دلوقتي ان شاء الله. دلوقتي احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا الجاي، حطينا النوع في الرو وحطينا قدام جنبه الكميه. فدلوقتي بقى كل نوع قدامه الكميه بتاعته. يعني جيد جدا قدامه 73، جاي قصدي جيد قدامه 73، جيد جدا 77، ممتاز 86. تمام كده يا شباب. طب انا دلوقتي يبقى اكبر حاجه فيها الممتاز، تمام. يبقى الممتاز، الصنف الممتاز او النوع اللي هو اللي اسمه ممتاز ده بيبيع 86,000 قطعه، يبقى ده اكبر حاجه بتتباع. طب ممكن مثلا حد تاني مثلا يقول لي اي حاجه نقدر نلخصها من التقرير ده؟ ممكن نعرف مثلا عدد الشحنات اللي موجهها لمصر مثلا، او سوريا، او بلد معين، الله عليك. تعالى بقى كده، او التكلفة. استنى نيجي الاول في الشحنات وهنرجع في التكلفة. تعالوا بقى نبص عليها يا جماعة. قول لي كده تاني، كده نعيدها تاني من الاول. نشوف عدد الشحنات لبلد معين مثلا زي مصر، يعني مصر ليها كام شحنة. ثواني، الشحنات دي اللي هي ايه؟ ايه من التقرير ده؟ الوجهة
الوجهة. الوجهة وليكن نفترض الكميات اللي بتروح لكل وجهة. ايه رأيك؟ تمام زي الفل. تعال هنروح في اي حتة في الجدول هنا كده ونروح دايسين كلمة insert ونروح دايسين كلمة pivot table. بص احنا كده هنعمل مربع جديد او اكسلية جديدة. ايوه يعني كل حاجة انا عايزها بعمل لها اكسلية ولا ممكن اعمل كله في اكسلية واحدة؟ لا طب قول لي هتعملها زي كده كلها. يعني احنا دلوقتي عندنا ما انا بسأل. لا انا بسأل انا بسأل. لا مش تعرف تعملها في اكسلية. بص يا شباب دلوقتي بقى واقفين في الجدول ده كده نروح دايسين كلمة insert pivot table كده اتعلم الجدول ده كله تمام. وبصوا في حاجة اسمها new worksheet و exist worksheet. لا انا خليها في exist واجي هنا وحطها جنب زميلتها تحتيها كده. اوكي بقى كده بقى عندنا جدول في نفس الشيت اهو. ونروح قايلين ايه الواجهة اهي الواجهة والكمية والكمية. طب احنا ممكن نحط كمان الوكيل. يعني ممكن نحط كمان جنبيها الوكيل كده اهو. بصوا بقى شباب شايفين. بصوا بقى ركزوا بقى في اللقطه دي. بصوا المنظر شكله مش حلو. الوكيل او الاهرام التجاريه مصر وبعد كده بيديها كذا. احنا بقى عايزين نظبط الشكل ده. بصوا بقى اوريكم بقى حته حلوه جدا في التظبيط دي. شايفين كلمه نقف في الجدول كده ندوس في الجدول اهم حاجه. شايفين كلمه ديزاين. ديزاين دي اللي بتظبط الجدول تمام. شايفين كلمه ريبورت لاي اوت. لاي اوت دي اللي هي بصراحه مش عارف ترجمتها بالعربي بس لاي اوت دي اللي هي الشكل او تظبيط الاعمده بتاعتها. هنروح دايسين الشكل الخارجي مثلا. الشكل الخارجي الريبورت لاي اوت. بصوا هيقول لك ايه شو ان تابولار فورم اهي. دي اول حاجه خلاص. وبعد كده يقول لك ايه ندوس تاني هنا كده بيقول لك ريبيت اول ايتم تيبل الليبلز قصدي. وبعد كده نروح دايسين هنا سب توتال دونت شو سب توتال. بس كده شفتوا المنظر بقى حلو ازاي كده بدل ما كانوا فوق بعض بقى جنب بعض بالظبط. بصوا بقى عامل ازاي. بصوا كده حددت لي الوكيل بالبلد بالكميه بالظبط بالظبط قوي اهو. بص اهو بالظبط. تمام شكلها كده فعلا اجمل بكتير قوي دي بكتير. بصوا بقى اهي يعني مثلا الاهرام التجاريه بتروح للواجهه مصر بتديها. تعالى بقى نظبط بقى الكميات كده اهو كده بيقول لك بتديها 18 والسعوديه. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف اكبر كميه ايه. هنروح دايسين كليك يمين هنا سورت. سورت يعني فرز صح او فرز اسمها فرز من اعلى سورس ترتيب. ترتيب من اعلى لاصغر اهو. لا عشان في جدول تاني خلاص عشان بس في جدول تاني فمش عارف مش عارف اظبطها هنا من اعلى لاصغر. لا مش عارفه تيجي. لا يبقى هي كده تمام كده تبقى مظبوطه. بصوا يا شباب دلوقتي يعتبر اعلى واحد هو سوريا الشام التجاريه 23000 قطعه. الكميه بتاعته الشام للتجاره بتودي الواجهه سوريا بتودي لها 23000 قطعه. طب ما في السعوديه 28 باين ولا طب كويس انا مش شايف. يعني الباز للاعمال التجاريه بتودي السعوديه 28000 قطعه. فكده احنا عندنا كام واجهه؟ كده احنا عندنا 13 واجهه. يبقى كده ده في حاجه كمان يا باشمهندس ان الوكيل مش متكرر ما بيصدرش غير لبلد واحده ولا انا بيتهيألي؟ ممكن حاجه زي كده. فدي ملحوظه برضو ممكن بتفيدنا ان كل وكيل متخصص ببلد ما فيش وكيل متخصص مثلا ببلدين. تعالى مثلا نشوف حاجه كده زي هايلايت دوبليكيت. لا ما فيش. يبقى كل وكيل ببلد تمام. يبقى احنا عندنا شركة الأعمال التجارية ليها 13 وكيل في 13 دولة او في هنا دول متكررة. ثواني لحظة. مصر لا في بقى وجهة يعني مصر فيها وكيلين. خدت بالك؟ بيجي لها يعني مصر الوكالة مش متكررة لكن يعني مفيش وكيل بيدي بلدين بس في بلد بتدي وكيلين بتاخد من وكيلين. لكن عارف بقى لو احنا بقى عكسناها. يعني بص شايف هنا كده عز الدين شايف كلمة وكيل. ايوه لو سحبتها لتحت الواجهة بص ايه اللي هيحصل. مصر اهي قدامها وكيلين. سوريا بقى قدامها وكيلين. تاخد من ده ومن ده. بالظبط. فاحنا كده قصدي ايه. فاحنا كده عندنا 13 وكيل بس بكام دولة؟ ادي كده 7 8 9 10 13 وكيل ب 10 دول. فهمتني قصدي ايه؟
ما دي تفاصيل. تفاصيل، ما انت عايش في تفاصيل بقى. بس حلوه الحته الاخيره دي ان انا اطلع وانزل، دي ما كنتش اعرفها بصراحه، دي جديد. ايوه دي اقعد بقى اعكس انت وظبط رايك. يعني ما انت ممكن بقى تعمل بالظبط إيه؟ لا دي ما كنتش اعرفها، دي ربنا يبارك لك، جديده بالنسبه لي. ان احط اني في اللاين في العمود الاول واني في العمود الثاني دي. هقول لك انا على حاجه احسن. شفت الوكيل دي؟ اتفضل. ممكن تخلي الوكيله دي في الكولوم. بص بقى كده. لك احصائيه بقى. بص يا شباب الاهرام، انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ اصل معايا عز الدين بس، انت معايا حسام، معايا الباقي كله ولا ايه؟ عشان ما بقاش انا بقعد اشرح معاك هندسه. لا انتوا معايا. انا فعلا المحاضرتين اللي فاتوا كنت شايف حضرتك بس مش متفاعل، لان كنت الحمد لله عارفهم، لكن دي بالنسبه لي فرق كتير قوي. حبيبي انتوا معايا يا شباب. اعتماد انت معايا ولا ايه؟ ولا مع الاسف معاك؟ مش مع الاسف يعني. معاك. طب كويس كويس. لا مش مع الاسف. طب كويس. بصوا بقى يا شباب، هنا مثلا الاهرام التجاريه، بصوا لو تلاحظوا كله فاضي كله فاضي، بس مش موجوده غير في مصر بس. اي الاهرام التجاريه في مصر، فاهمين قصدي ايه؟ الفيوم اهو لحد كده فاضي، بيدي بس مصر. لو تلاحظوا مصر فيها حاجتين، الاهرام التجاريه والفيوم. لو تلاحظوا مثلا العراق فيها اتنين، اللي هو اولاد عمر العمري ده، وعندك حسين خلدون، وهكذا. وسوريا برضه، وهكذا. كله كده نخلي بقى الوكيل كده ومصر كده، او نخلي كده وكده، مش هتفرق. تمام تمام. حد عنده؟ يلا بقى. تمام. يلا ادوني بقى افكار، انا خلاص اديت لكم بقى السكه اهو، دوسوا. ايوه ايوه، ما هي دي بقى على حسب احنا عايزين مثلا نفلتر على التاريخ، على الوجهه، على الكميه، على السعر، على حسب ما احنا عايزين بنحطها في المربعات. طب انا اقول لكم على حاجه تانية. بصوا بصوا، اتفضل. احنا ممكن ندخل حاجتين في حاجه واحده، بمعنى بصوا يا شباب، احنا ممكن نجيب الناس دي، الوكاله دي سددت امتى؟ الوكاله اهي، ركزوا كده في العمود ده كده، في الصف ده كده، الوكيل الاهرام ده سدد 10,000 جنيه، 10,000 دولار، صح كده؟ صح. ومتبقي عليه 1700 دولار، صح؟ تمام. فاحنا ممكن نجيب كمان التاريخ، تعال نشوفها اوريك ونعملها ازاي. تعال يعني نجيب سدد قد ايه والباقي متبقي عليه قد ايه. ما احنا مش هنجيب بالصف بس، احنا هنجيب بالوكاله كلها. بصوا بقى يا شباب، هنجيب انسرت بيفت تيبل برضو من هنا كده، ونعملها في اكزيست ورك شيت، ونيجي نحطها هنا كده، نطلع فوق هنا كده ونحطها هنا كده. الوكلاء الوكيل هنحطه في الرو، صح كده؟ ماشي تمام. بعد كده المسدد، المسدد المسدد نحطه هنا. فالمسدد اهو، صح اهو، هنعمله بس بالكومة دي كده عشان نعرف الفروقات. والمتبقي، التكلفة المتبقية نحطها هنا. فكده بقى ايه؟ بص بقى، بص بقى الجمدان بقى اللي في الموضوع بتاع البيفت تيبل ده، التفاصيل التفاصيل بقى يا شباب. بصوا بقى عمل ايه؟ قال لك ان شركة دياز دي او الاهرام التجارية دفع 169,000 جنيه، وفاضل عليه 68,000 جنيه. انت فاهم قصدي؟ ده توتال. توتال. طب احنا ممكن بقى نزود حاجة حتة كده حلوة، نقول له مثلا ايه؟ طب دفعهم يوم ايه؟ المسدد دفعهم التاريخ. نروح واخدين تاريخ السداد ده كده ونروح حاطينه هنا كده. هتبقى كبيرة. بصوا هتبقى كبيرة. بصوا بص بقى يا صاحبي، عمل بقى ايه؟ جاب كل قسط الدفع او كل جزء الدفع بتاريخه بالظبط. بص المسدد ده، المسدد اهو، المسدد ده قال لك ان دياز دفعت، سددت اللي عليها في 2016 23,000 دولار، وفي 2017 عليها 113,000 دولار. خدت انت بالك من اللقطه دي؟ التكلفه بقى اللي عليهم في سنه 2016، فاضل في سنه 2016 9,000 دولار على ال 23,000. وفي 2017 فاضل 24,000 دولار على ال 113,000. خدت بالك ولا لا؟ تفاصيل بالهبل. ده دي حلوه قوي قوي.
طب ليه حتى لو انا براجع او حاجه في المحاسبه بتاعتي، طب ليه ما دفعوش السنه بتاعه 2016 واتبقى عليهم؟ فدي بتسهل لي ان انا عرفت ان المبلغ ده اللي كان متبقى عليهم من سنه كذا. حلو قوي. هم بقى دي بقى بتفاصيلهم هم. خلاص كده يا شباب. فانتوا بتبقوا شايفين، تمام، انتوا بتبقوا شايفين يعني ايه كل تفاصيل بتحصل فيها ايه، فاهمين؟ تعالوا بقى نشيل بقى كده ايه تاريخ ده. بص بقى كده، كل بقى كمان دي كمان تاريخ السداد دي بيبقى فيها كذا تفصيلة، بمعنى بيكون فيها تاريخ السداد بالكوارتر، خدت بالك من كلمة كوارتر دي؟ اه. ويرز ومانس، يعني لو انت لو انت فتحت 2016 دي هيقول لك كوارتر 3 وكوارتر 4 وما اعرفش ايه، انت فاهم قصدي؟ ايوه ايوه، دي الارباع في السنة. أيوة ما طبعًا. دي بتتحسب على حسب الربع بتاع السنة نفسه. ايوه طبعا. فاحنا هنشيل كلمة كوارتر دي وهنشيل كلمة مانس وهنخلي الير بس، وهنخلي دي تاريخ السداد دي نشيلها ونخلي الير بس 2016 2017 بس كده بس. وممكن بقى نشيل بقى خالص بقى اللي هو ده ونخليه التاريخ بالمنظر. ونخليه بالمنظر الجميل ده. ايه رأيكم يا شباب؟ تمام. الله يبارك في حضرتك يا رب. في حد تاني يا جماعة غير عز الدين؟ في حد تاني عنده اي اسئلة تاني ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا ولا ايه يا شباب؟ الدنيا تهت من شويه عشان ده ست كبير قوي. ف هي فعلا عشان اللي مش عارفها يا باشمهندس بتبقى تقيله عليه شويه. طب انا اقول لك على حاجه يا شادي، هل في جدول مبسط عن كده شويه؟ شادي. يعني اصلا انا حتى مش فاهم ايه الحاجات اللي جوه دول. ماشي اطلع لي كده بس كده المايك كده، خليك فاتح المايك وعلي بقى صوتك مع حضرتك. تعالى اللي بعده، تعالى اهو اللي بعده ده كده خفيف وهنشوف دلوقتي ايه اللي ممكن نحصل فيه. تعال بص يا صاحبي، انت معايا كده يا شادي؟ لا انا عايزك بس تعلي صوتك عشان انت باين عليك ما بتتكلمش كتير يا شادي. معاك. ماشي. بص يا صاحبي دلوقتي بيقول لك ايه بقى؟ دلوقتي بيقول ان في رقم فاتوره، صح كده؟ رقم فاتوره اللي بتبقى سيريال، اللي هي بتبقى مثلا ايه 1 2 3 بتبقى واخده سيريال كده. وفي رقم اسمه رقم بيع، وفي اسم المنتج، وفي مخزن المنتج المخزن بتاعه يعني، وفي سعر بيعه، وفي عدد القطع اللي اتباعت منها، وكمه الفاتوره. كمه الفاتوره بتبقى كام؟ بتبقى عدد القطع في سعر البيع، صح شادي ولا لا؟ اه مع حضرتك. ايوه اكيد. ايوه ماشي. واتباعت سنه، واتباعت شهر كام او يوم ايه؟ تمام كده. تمام. تقدر يعني مثلا دلوقتي انا عايز اعرف، وليكن دي كده عندك مبيعات لحد قد ايه مثلا؟ تعال ننزل كده لحد فين؟ تعال لحد 500. بص الصف رقم 500 دي مبيعات كبيره على فكره شادي، مش صغيره. اه تمام. تمام. دلوقتي انا عايزك تلخص لي البيع بتاعي اليوم ده، يعني دي تفاصيل البيع، صح كده؟ دي تفصيله. اه انا عايز اعرف بقى ملخص. ممكن مثلا من احد التاريخ معين واعرف التاريخ ده اتباع من انهي مخزن بالظبط. ماشي. طب انا اقول لك على فكره وانت امشي معايا بيها. ماشي شادي. مثلا نفترض انا عايز اعرف انهي بياع بيبيع قطع اكتر. حلوه دي. حلوه دي. تيجي نعملها سوا؟ ماشي. هنقف في اي حته في الجدول اهو، وكلمه انسرت، تمام، ونروح جايسين على كلمه المربع اللي فوق اسمها بيفت تيبل اهو. يقول لي بقى انت عايزها في نيو ورك شيت، يعني في ورك شيت جديد، يعني شيت جديد، ولا في اكزيست، في واحد مثلا تختاره اللي انت. خلينا اكزيستنج. اخلينا اكزيست. اكزيست فين؟ اخليه لك هنا كده الحته دي كده على اليمين كده. دوس اوكي. خلاص تمام كده يا شباب. تمام. دلوقتي هنجيب رقم البائع اهو، رقم البائع اهو، يعني في الروز هو ده المعلومة اللي عايز اخرجها بالظبط. ده رقم البائع اهو، تمام. وهناخد عدد القطع نحطها في العمليات الحسابية اللي اسمها value. الفاليو دي اللي بيحسب فيها العمليات الحسابية يا شادي، فهمتني؟ تمام. هناخدها كده وننزل تحت كده. ماشي. ونعمل كده sort اهو، sort largest to smallest. قال لك ان البياع رقم واحد بيع 1178 قطعه،
ايوه فهمت فهمتني. طب تعالى ناخد مثلا في حاجه تانية. تمام، في قيمه الفاتوره مثلا. لا مش قيمه فاتوره بقى، ممكن نحط عليها كمان قيمه فاتوره. تعال ناخد كمان قيمه الفاتوره اهو، نحطها هنا كمان اهو، نحطها كده ونعملها كده سيبريتلي اهي، عشان نشوف بس هو الراجل ده عمل قد ايه. بص كده يا شباب، الراجل رقم واحد ده باع 1178 قطعه ب 153000 جنيه، والتاني باع 1100 وما اعرفش ايه ب 146000، والتاني 147000. فاهمين قصدي ولا لا؟ اه طبعا. يعني تمام، باع كم قطعه بكم فلوس؟ طب هنا السورتنج نعم بيتعمل في كل السورت، بيتعمل في كل العواميد. والله بص انا ما جربتش السورت في دي، انا بعملها بقى. تعالى كده نجرب دي كده اهو، السورت اهو لارجست سمولست اهو بيتعمل اوف ده، وتعالى نعمل في دي كده كمان سمولست دولار بيتعمل في ده وده، صح بيتعمل في الاثنين اهو عادي مش فارقه. ايوه بس هنا لما اعمل سورت في عدد القطع من لارجست لسمولست هيكون لارجست هي اكبر حاجه، بس مش هيطبق نفس الكلام على قيمه الفاتوره. انا عارف لان ممكن لأن عدد القطع هو عدد باع عدد قطع، لكن ممكن في حد تاني باع بفلوس اكتر. بالظبط، يعني ممكن يكون باع اكسسوارات مثلا، وفي حد تاني مثلا باع موبايلات، فالموبايلات فلوسها تبقى اكتر. فانا بشوف غرضي ايه في الشورتنج، فانهي عمود بالظبط، والباقي جدع بيترتب معايا. هو ده الغرض بالظبط. واقول لك على حاجه شبه الغرض في الايام دي، الغرض بيبقى بعدد القطع مش بالفلوس، لان الايام دي الاسعار كلها ضربه عاليه جدا. فبيقول ففي ممكن واحد يجي يقول لك ايه يا عم ده انا بعت ب 6 مليون جنيه. ايوه قول لي بقى 6 مليون جنيه دولت لو انت السنه اللي فاتت بعت كام قطعه، والسنه دي بعت كام قطعه. ما هو السنه اللي فاتت اللي كان ب 3 مليون جنيه دلوقتي بقى ب 6 مليون جنيه، لان الاسعار بقت ضعف. بص يا شباب سامعيني كده؟ تمام. دلوقتي يا شادي السنه اللي فاتت مثلا سنه 22 او اول السنه كانت مثلا البضاعه اللي بتتباع ب 3 مليون جنيه، دلوقتي بعد ارتفاع الاسعار وبقت كل حاجه بقت ب 6 مليون جنيه. ففي واحد ممكن يقول لك ايه ده انا ببيع ب 6 مليون جنيه. ايوه ما عشان الاسعار زادت. لكن بقى عايز سامعني يا شادي؟ ما حضرتك سامع جاي. لكن لو انت عايز تحلل تحليل صح، تبص على الكميات. انت في اول السنه كنت بتبيع كم كميه؟ يعني مثلا وليكن 100 قطعه، السنه دي لو اخر السنه دي بعت 200 قطعه، انت كده عملت انجاز. لكن دلوقتي علشان الاسعار بقت تغلى، فبقاش الناس تبص في الفلوس قوي على قد ما بيبصوا على عدد القطع. فهمت قصدي؟ ده التقرير الحقيقي لحد ما. ايوه القطعه مش الفلوس. طب هقول لك بقى على حاجه تانية، ممكن نبص على مثلا اسم المنتج، نشوف انهي المنتجات اللي بيتباع منها قطع اكتر. صح ولا غلط؟ صح. تعال هنعمل اهو هنا ندوس كلمه انسرت بيفت تيبل، ونحطها في الاكزيست هنا في الحته دي كده، ندوس كلمه اوكي. اسم المنتج اهو في الرو، عدد القطع اهي. ونعمل بقى ايه يا شادي؟ ها شادي نختار اسم منتج من التيبل. انا عايز منتج مثلا رقم مين، نعمل كليك يمين، نعمل سورت تمام لارجست سمول. بس كده قال لك ان المنتج رقم 4 ده اكبر منتج اتباع، والمنتج رقم ايه الصوت ده؟ الناس بس والنبي يا جماعه اللي في اصوات جنبيها. تمام اي المنتج رقم اتباع بيتباع منه 386 قطعه. طب لو احنا عايزين نشوف القيمه او قيمه الفاتوره، تعال اهو ونعمل كده كوما سيبريتلي اهي ب 63000 جنيه. فاهمين؟ وعلى فكره صح يا شادي، لو انت عايز سامعني، لو انت عايز سامعني كده يا شباب ولا لا سامعني، لو انت عايز تعرف اي داتا من الداتا دي تدوس عليها مرتين كده او اجيب لك الداتا دي. انت معايا يا شادي؟ مع حضرتك. معايا عز الدين؟ تمام مع حضرتك. شفت الحته دي؟ بص يا عز الدين،
لو انتوا دلوقتي عايزين تجيبوا اي داتا، يعني عايزين تعرفوا تفاصيل داتا هنا مثلا، فمثلا المنتج رقم 6 ده دوس عليه كده مرتين، بص تروح دايسين كده عليها مرتين يجيب لك المنتج رقم 6 ده بتفاصيله. تفهمين قصدي؟ اه لو انا عايزه لوحده كسلاية كده. ايوه يفصل لك الحاجه لوحدها. تمام كده يا شباب؟ اه اه دي حلوه جدا. يعني هو لما انا ضغطت دبل كليك خد كل الروز اللي فيها المنتج الفلاني اللي انا ضغطت عليه ده. أيوة يعني منتج رقم 5 اهو، لو دوست على كده هنا مثلا قال لك المنتج رقم 5 اهو بكل تفاصيله، بمخزنه بتوتالاته بتاريخه بكل حاجه. بالظبط دي حلوه دي. اه دي حلوه قوي. طب دي تمام. طب دلوقتي يا شباب دلوقتي احنا عايزين نعرف السؤال بس سوري. اتفضل اتفضل يا شباب. واحنا بنضغط دبل كليك على انهي خانه في البيفت تيبل عشان يجيب لنا المعلومه دي؟ فاليو. اي خانه في الفاليو، ما هو عدد القطع دي في الفاليو وقيمه الفاتوره دي في الفاليو اهو، دي او دي، لان دي مش هتعرف تضغط عليها. بص اي لما تيجي تضغط على دي مش هتظهر لك حاجه. تمام. فاضغط على اللي هي الحاجات اللي في الفاليو، اللي هي الحاجات دولت اللي هو عدد القطع اهي وقيمه الفاتوره اهي. تمام كده. تمام. احنا كمان ممكن نحطهم مثلا كمان مثلا تاريخ البيع، نحطها هنا مثلا. خدت انت بالك تاريخ البيع عامل ازاي؟ تاريخ البيع يعني متشلطط، يعني مش عارف ايه ده. حد خد باله من الحته دي يا جماعه؟ فصعب. فتاريخ البيع هنا ممكن تيجي هنا كليك يمين وتدوس حاجه اسمها جروب. حد خد باله من اللقطه دي ولا لا؟ اعيدها تاني. تاريخ البيع لو بالمنظر ده كده، بالمنظر اللي هو المشوه ده، تمام. هنروح دايسين هنا كده كليك يمين جروب ونخليه مثلا كوارتر مثلا، المنص دي ونخليها كل كوارتر. قال لك كوارتر 4 وكوارتر 4، فعدد في قيمه الفاتوره وعدد القطع. طب ما احنا ممكن مثلا نخليها يير، كليك يمين للسنه اهو، يير زي نشيل الكوارتر ونخليها يير زي. اي قال لي ان عدد القطع في سنه 2019 كانت كده وقيمه الفاتوره كانت كده. طب احنا عايزين نشيل التوتال ده، استنى لا لحظه، عايزين نشيل التوتال، هنشيلها من دون شو سب توتالز. لا اوف بالظبط كده اهي. معلش تاني كانت فين؟ اهي كانت في الديزاين. بص اي حاجه بتلاقيها في الديزاين، شفت انت جراند توتال دي بيقول لك ايه؟ اوف رو اند كولومز، اللي هي الحتت دي كده اللي هي التوتال ده. تمام بس كده. ايوه تمام بس كده يا شباب. على فكره يا شباب سامعيني؟ اه أيوة. هنا بقى ممكن نيجي بقى في حته اسم الفلتر دي، المربع اللي انا ما قلتلكوش عليه ده خالص. طب بص حطيت اسم الفلتر ده هنا كده، بص هتبقى عامل ازاي؟ تبقى كده. اجي ادوس هنا كده وافلتر. لا مش كده، استنى لحظه لحظه، احنا عايزين نخليها مثلا في هنا كده، مثلا هنا مثلا شايفين الوكيل ده، نخليه هنا كده. بص الوكيل هيبقى هنا كده ونقعد نفلتر كده اللي هو مثلا العنوان، دوس اوكي. قال لي العنوان 134 و65. طب الكيروان اهو، الكيروان 142 معرفش ايه. بصوا وبعد كده ندوس سيلكت مالتيبلاي ايتمز، اللي هي لو انت عايز تفلتر على 2 او 3. انت معايا؟ اه مع حضرتك. وكده بس الصراحه الفلتر ده عقيم بصراحه، ما بحبوش. فاهميني؟ يعني الفلتر ده ما بحبوش، انا بحب يعني بحب المنظر ده، مربع الفلتر ده ما بيجيش ناحيته خالص. هو بيتهيألي فعلا افضل، لان كده باين الاحصائيات كلها قدامنا. بص بقى انا عايز بقى اوريك حاجه بقى كده يا عز الدين، واوريك حاجه بقى شادي بالامانه. الحاجه دي معاي. يعني نعم مع حضرتك قليل جدا قليل جدا انكم تشوفوها في حته. بصوا بقى كده اوريكم حاجه هتعجبكم قوي بصراحه، الموضوع ده هيعجبكم جدا. بصوا وليكن اللي انا فردت الحاجه دي كده اهو، مشيت اهو صح كده؟ ركزوا في اللي انا هعمله.
ركزوا في اللي انا هعمله مع حضرتك. تمام هنحط انا دلوقتي نفترض ان انا عايز احط كل وكيل في شيت اكسل هنا لوحده. فاهمين قصدي ولا لا؟ كل وكيل ايه في شيت اكسل هنا لوحده يعني. ما انا ممكن ادوس مرتين مش كده هيطلع لي ولا؟ ما انت هتدوس مرتين على 13 وكيل. صح ماشي. يعني انت مثلا هتدوس هنا مثلا كده جاب لي الحاجه بتاعته. لا انا كمان مش عايز التفاصيل، انا بقول لك انا عايز ان تكون التوتال ده وده يبقوا في 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 خانه هنا لوحدها وفي خانه هنا لوحدها. فاهم قصدي؟ هنعمل ايه بقى؟ هنحط الوكيل ده هنا. تمام؟ وهنيجي عند حاجه اسمها بيفوت تيبل انالايز. شايفين دي؟ الو وانا حاسس ان الصوره واقفه عندي ولا انا بتهيألي؟ واقفه. ايوه معلش انا اسف. ايوه كده شباب، انتوا كده شايفين ولا لا؟ كده مع حضرتك شايفين. بصوا كده اهي، انا عايز انقلها ان الاهرام والباز دي يبقى الاهرام هنا والباز هنا ومعرفش ايه وكل حاجه تبقى هنا. خلاص؟ هنعمل ايه؟ تمام. هنيجي ننقل الوكيل ده هنا. وفي حاجه اسمها بيفت تيبل انالايز. لما نيجي نقف هنا كده حاجه اسمها بيفت تيبل انالايز. اوبشن عند علامه الاروز دي. شفت شير ريبورت دي؟ بص اول ما ادوس هنا ركز ايه اللي هيحصل هنا. بصوا الباز بقت لوحدها، الشاب تجرر بقت لوحدها، العنوان بقت لوحدها، دياز بقت لوحدها. فاهمين قصدي ولا لا؟ معلش بس تاني. دي حاسس ان هي عدت كده. بصوا يا شباب اسمعوني كويس. الحركه دي انا فصلت. طيب الحركه دي يا شباب ما بتتعملش غير لما انت بتكون عايز تفصل كل وكيل لوحده. او انت مثلا وليكن في ناس بتبعت لهم الشيت فانت بتبقى عايز كل واحد يشوف الشيت بتاعه بس. فهنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نعمل هنا كده، تعالوا نفصل دي كده، هنشيلها خالص. دونت سيف. هناخدها كده لوحدها برضو تاني. تمام؟ اهي. ماشي. وهناخدها في شيت تاني لوحده. هيبقى بالمنظر الجميل ده. هنروح بدل المكان في الرو هيكون في الفلتر. وهنروح جايين عند بيفت تيبل انالايز وحاجة اسمها اللي هي عند اوبشن دي، ندوس على دي وشو ريبورت فلتر وندوس على كلمة الوكيل دي مرتين. تمام. حتى تمام. كمان نقلت باسامي الناس الوكيل نفسه. بص بقت تحفه دي على فكره. فعلا فعلا ما شاء الله جميله جدا. على فكره يا جماعه انتوا مش متخيلين دي بتعمل ايه كمان. ده انت دي ممكن تستفيد بيها في حاجات كتير قوي. لا وبسرعه دي صنفتني حاجات كتيره قوي في مفيش. ايوه بتفردها لك. وكمان بقى خد بالك بقى انت دي بقى اللي انت ما تعرفهاش بقى. في البيفت تيبل لو عدلت حاجه تسمع في كله. ده انا دي بقى اللي عايز اقولها لك. تعالى اوريك. بص بقى وليكن معدل في الرئيسيه بقى. ايوه طبعا تعدل في الرئيسيه. وليكن شلت المسدد دي وخليتها هنا كده. بقت التكلفه المتبقيه. لو رحت بقى على اي واحد فيهم الاقيها ظاهره لي كده بس. تعالى بقى عند كلمه بيفوت تيبل انالايز. بص لو جيت هنا عند سمير واخوانه دي هتلاقي زي ما التكلفه المتبقيه والمسدد. هنروح جايين هنا في حاجه اسمها ريفرش اول. بص بقى لما نيجي هنا مثلا عند سمير واخوانه المفروض ايه ده؟ لا يبقى المفروض لا صح. يبقى ثواني انا عايز بس اعدل لك في حاجه. استنى لحظه. اتفضل. انا همسح دي كده لحظه. انا همسح دي اهو. هوريك بقى حته حركه جامده جدا. وليكن هناخد انسرت كده ليفل تيبل. انسرت ليفل تيبل ونيو ورك شيت. وهنحط الوكيل وهنحط الكميه. خلاص بس هما الاثنين دول بس. تمام. وهناخد انت معايا صح كده؟
وهناخدهم كده في اكسل شيت لوحدهم خالص، وهنعمل نفس الحركه اللي احنا نحط الوكيل ده في الفلتر، وهنيجي عند بيفت تيبل انالايز ونيجي نعمل لها هنا في الشو فلتر وبعد كده ندوس عليها مرتين فكانت نقلت كلها، صح كده؟ صح. هنيجي عند وكيل زي الاهرام ده، هو عنده كام؟ 18000 قطعه، صح؟ هنروح جايين هنا كده وكيل الاهرام، لحظه اهو، لحظه 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 عشان بس بتعامل بسرعه 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 بسرعه. الاهرام هشيل الكميه اللي عنده دي كلها واروح شايل، تمام؟ وهاجي هنا كده اعمل تمام، وهاجي هنا اه اعمل ريفريش اول اهي، ريفريش اول. بص لما اجي عند الاهرام دي ايه اللي هيحصل؟ زيرو. ده عشان شلتها من الرئيسي؟ ايوان، عشان شلتها من الرئيسي. خدت بالك؟ اهي بقت زيرو. لو انا جيت عند البذل الاعمال بقت فيها فلو، فيها 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 كميات، عند الشام فيها كميات، لكن فيها كميات. الاهرام لا، الاهرام لا. تمام كده يا شباب؟ هي دي سمعت اي تعديل في الشيت الرئيسي، في الرئيسي اول ما تدوس كلمه ريفريش اول هتسمع بقى في الرئيسي، بس كده. بعد البيفت تيبل انلايز بنا كنا بنحط ايه في ايه، في اي حته بالظبط؟ عشان نوزع كل منتج على اكسل شيت لوحده اهي، فكنا بنضغط بيفت تيبل انلايز بعدها. بص اهي الكولوم بتكون كده، هتروح نقلها هنا كده بيفت تيبل انلايز اللي هي عند الاوبشن ده كده اهو، عند بيفت تيبل نيم في اوبشن، دوس على علامه السهم دي شو ريبورت دي، بعد كده ندوس عليها مرة. تمام. بس كده يا شباب. على فكرة يا شباب أنا خلصت. هي دسمة بصراحة. أنا ما طولتش أهو. والله أنا فعلا ما طولتش. لا لا لا، هي كمان المعلومات النهاردة بالنسبة لي، الله أعلم بزمايلي ربنا يبارك لهم، بس هي فعلا. أنت معايا ولا إيه؟ إيه الدنيا؟ تمام. الباقي فين يعني؟ الباقي انتوا معايا ولا ايه؟ معاك يا فندم. معايا. ايه الاخبار دلوقتي؟ تمام، بس معلومات جامده جامده يعني. انا فعلا متاسف والله، بس الدنيا وسعت مننا مرات. بص يا جماعه، البيفت تيبل ده، البيفت تيبل ده سحر، فاكر؟ ده سحر فعلا، قلت لك على ده اختراع. نعم ده اختراع والله العظيم، بجد سحر والله، هيلخص لكم شغل كتير قوي. انا باشمهندس اول ما اتعلمته يعني، عايز اقول لحضرتك ان ممكن حاجه كانت بتاخد مني على الاقل 3 4 ساعات ما بتقعدش تاخد 10 دقائق او ربع ساعه بالظبط. انتوا يا جماعه انتوا مش متخيلين البيفت تيبل ده بيلخص شغل بالهبل قد ايه. انا بشتغل فعلا برضو على 500 لاين 1000 لاين، ففعلا كان بينجز معايا. بشتغل على 60 و70 اقسم بالله 1000، والله ما بهزر. بسم الله ما شاء الله، لا ربنا يكرم. لا والله ده غير كمان ان انا بعمل تسويه فيه بحركه يساوي كمان، لان انا بقارن بين اعداد، فبقوم عامل بعد ما بعمل البيفت تيبل بعمل يساوي واطرح ده من ده عشان يطلع لي الفروقات اللي انا عايزها. تعرف ان البيفت تيبل تنفع تعرف تعمل معادلات فيه؟ هي دي اللي انا مستنيها بقى. ممكن تكون المحاضره الجايه؟ لا اي تعال، بس دي ادفانسد شويه. طب تعال بص يا شباب احنا دلوقتي نفترض احنا هنمسح ده كده وهنرجع المعادله الجاهزه. سوري يا باشمهندس، هي المعادله الجاهزه في الفاليو هي الصم بس، هل في معادلات تانية جاهزه فيها؟ طبعا في معادلات، في كاونت وفي افريج وفي كل حاجه. تمام تعال نشوف كده سوا. بص اهي دي صم، اهي ده صم. لما تيجي تدوس على علامه السهم اللي تحت دي كده، في فاليو، ايوه، في كاونت، كاونت دي اللي هي العد، في افريج، في ماكس، ماكس دي اللي هي اكبر رقم من اصغر رقم، برودكت دي ما اعرفش هي ايه، كاونت نمبرز اللي هي بيعدلك الارقام، حاجات زي كده.
بس اللي انا اللي احنا بنستخدمه اغلبيه الحاجات كلها كاونت افريج ماكس الكلام ده صم كده بس. تمام. تعال نشوف بقى المعادلات. بص يا شباب عشان احنا هنعمل كده ندوس هنا كده انسرت طبعا بيفت تيبل نيو ورك شيت نخليه. بصوا يا جماعه نكتبه هنا بيفت تعالى كده بيفت بيفوت تيبل ويز فور ميولا فورميلا يعني معادلات. تمام اهي هنجيب مثلا الوكيل اهو وليكن 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 تكاليف الشحن اهي تكاليف البضاعة اهي فدي تكاليف الشحن ودي تكاليف ايه البضاعة. طب نعمل فيهم ايه نزودهم على بعض ولا نطرحهم من بعض نعمل اي حاجه اللي انتوا عايزينه يعني ايا كان مش تفرق. بص ايوه انا دي كنت بكتب يساوي بره مش جوه البيفت تيبل. لا 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 دي بره في العمود اللي جنبيه على طول جنب بال... بتعملها ازاي انت بتدوس كده يساوي سي 4 سي 4 بي 4 اهو يطلع لك الرقم بالظبط. لا انا في المعادله بقى جوه الاكسل نفسها جوه قصدي البيفت تيبل نفسها. بص يا شباب ايوه دي جديده بالنسبه لي. هنا اهي اهو ونيجي على كلمة pivot table analyze في حاجة اسمها fields items and sets اهي في ال pivot table analyze. تمام اهي وحاجة اسمها calculated field ونسمي الفيلد اللي هو ايه مثلا نكتب ايه تكلفة البضاعة او اجمالي البضاعة زي اجمالي البضاعة وخلاص مثلا يعني البضاعة اجمالي البضاعة. تمام يقول لك بقى المعادلة بقى بتاعتها عبارة عن ايه هقول له بقى ايه يا باشا هقول له اجمالي تكلفة البضاعة اهي تكلفة البضاعة اهي اهي ظهرت لي اهي ما هي دي الفورمولا ما هي دي خانة الفورمولا صح ايوه زائد لا انا دوست يساوي زائد اهي زائد بتبقى كده اهي زائد اهي تكاليف الشحن زي تكاليف البضاعة صح ولا غلط؟ وندوس اوكي وندوس اد هندوس اوكي وخلاص اهي تمام ده زي تمام. ده اهو بص بيساوي كام 193000 او 193000 اجمالي البضاعة. سلام عليكم بس كده. لا جميل انا كنت بعملها واقعد اسحبها من فوق واشدها لتحت و... نزلت هي كلها لا لا لا. صح ونزل كمان بنفس الشكل انا ما كنتش بعملها بنفس لان طبعا عمود جديد فمش بياخد نفس التقسيمه اللي عندي. لا لا جميل. ايه رايكم يا شباب؟ تسلم ايدك يا باشمهندس. باشمهندسين انتوا معايا؟ تمام. السلام عليكم. انتوا معايا ولا ايه يا جماعه؟ معاك يا فندم. انا ساكت اهو انا ساكت ما بردش. طب حد مش شاف حاجه؟ يعني انا عارف ان المعلومات دسمه وانا كده كده هرفعها على النت عشان تشوفوها. حد شاف المحاضره الاولى والثانيه على اليوتيوب ولا لا؟ انا بصراحه لا بس دي ان شاء الله اكيد انا هشوفها تاني لان انا زي ما بقول لحضرتك انا مستنيها. حبيبي انتوا حد يا جماعه شافها ولا؟ تسلم لي. باشمهندسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب اعتماد معايا؟ اعتماد ايوه معاك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. وانت عامله كويسه؟ المحاضره الاولى حضرتك؟ والله كويسه. حضرتك عامل ايه؟ انا كمان كويس والله. انا بس يا جماعه والله انا حبيت ان انا اعرفكم شويه حاجات في الاكسل وان شاء الله تستفيدوا. البيفت تيبل اي نعم ممكن حركات كتير وشغل كتير بس والله تستفيدوا منه كتير وان شاء الله تستفيدوا. وانا كده على فكره صح المحاضره اللي جايه اخر محاضره ف يعني هرحمكم من وشي شويه واي حد عايز اي حاجه انا تحت. لا ازاي احنا نفسنا ان حضرتك تكمل معانا ربنا يبارك لك حبيبي والله. اي حد يا جماعه عايز اي حاجه في الاكسل اي حاجه ابعت لي على انا كده ما بخرجش من اي جروب على الاكسل افتكر ابعت لي قول لي يا محمد انا محتاج كذا 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 وانا ان شاء الله احلها. خلاص يا شباب تمام. ان شاء الله تكون تستفيدوا وان شاء الله تستفيدوا ويعني واكون سبب انكم يعني تبقوا تتحسنوا في شغلكم ان شاء الله. ماشي يا شباب ان شاء الله. شكرا. بس كان عندي سؤال اخير بس هو ممكن
ليه علاقة بسيطة بالإكسل. هل في قبل حضرتك ايرور قبل كده بيقول لك الداتا سيت اوت اوف رينج؟ ثانية واحدة انا هقول لحضرتك بالظبط. هو ظهر معايا برنامج تاني بيعتمد على شيت الإكسل بياخد داتا من شيت إكسل, فالايرور اللي بيظهر لي ايرور وين لودينج بروسيسنج ورك شيت ايرور 9 سبسكريبت اوت اوف رينج. فهل واجه حضرتك ايرور زي ده كده في برنامج الاكسل؟ تاني كده تاني كده انا عمال ادور عليها. هو داتا سيت اوت اوف رينج رساله بيقول ايرور 9 سبسكريبت اوت اوف رينج. ايرور ايرور ايه؟ ايرور 9 سبسكريبت اوت اوف رينج 9 بعد كده نقطتين. ايه بقى subscript out of range؟ subscript ولا subscribe؟ subscript اللي هي كده ولا script؟ PETP for pen. subscript out of range. of range هو ده. اكسل تعال نشوف كده. هو ده بالظبط. لا ده VPE, ده اكيد انت كنت عامل حاجه تبع VPE. انت اكيد كنت مدخل حاجه تبع في بي اي اكيد. دي حاجه في اكسل, دي حاجه كان في حد كان واخدها كوبي وحاططها في موديول في اكسل. تمام. يعني الايرور ده ملوش علاقه بص يا شادي, انت تلاقيك كنت بتجرب حاجه حد حط كود فانت خدت كوبي ومشيت ورا الخطوات بتاعته وشغلتها صح كده مثلا؟ صح. انا ده اكيد ده مش مثلا. فانت عايز طبعا هو مش ده اللي حصل معايا بالظبط يعني, بس هو انا شغال على برنامج بياخد بيعمل كالكيوليشن من داتا محطوطه على هيئه اكسل شيت, فبيجي لي الايرور ده لما اقول له يلا اعمل بروسيس على الداتا. هو طبعا برنامج مش اكسل بس هو بيعتمد على شيت اكسل. لا بصراحه دي ما اقدرش افيدك فيها لان الفي بي اي ما اقدرش افيد فيه قوي. ما فيش مشكله. الف شكر لحضرتك. تحت امركم يا شباب. انا اي حاجة افتكروني ابعتولي على الرسائل بتاعة الواتساب وانا كده تحت امركم. ماشي يا شباب. شكرا. ربنا يبارك. شكرا لكم يا شباب. شكرا. صح. معلش لحظة قبل ما تقفلوا, انا لسه منزل فيديو مبارك, فيديو حلو جدا. بص يا شباب عشان هيفيدك يا اعتماد, هيفيدك يا عز الدين, هيفيدك يا شاي, هيفيدكم كلكم. دنيا مصطفى شفتني بتاع الفورم. بص يا جماعة افتكروا الموضوع ده. بص يا شباب دلوقتي لو انتوا يعني خليكوا كده معايا بس يعني خليكوا كده معايا. بصوا يا شباب دلوقتي انتوا وليكن المدير بتاعكم مثلا او حد كلفكم قال لكم ايه, بقول لكم ايه, بصوا ابعتوا زي اللي هو تعمل جوجل فورم. ايوه جوجل فورم. بصوا يا شباب دلوقتي لو العميل قال لكم مثلا لو قصدي لو مديركم قال لكم ايه, بص يا عز الدين ابعت الميل ده ل 30 عميل خلاص, وقول له لو سمحت يا فندم انا عايز رقم تليفونك واسمك وعنوانك ورقم بطاقتك. تمام يا عز الدين؟ فانت هتبعت الميل ل 30 عميل صح كده؟ صح. ده مره واحده. المشكله بقى في ايه بقى يا عز الدين؟ في الرد, ان ال 30 عميل دولت هيردوا لك واحد واحد صح؟ وانت طبعا هتجمع ال 30 عميل كلهم تحت بعض, يعني تفتح 30 ميل علشان تجمعهم صح؟ صح. انا بقى عملت فيديو ازاي تبعت لعميل لينك وهو يعملها وتسمى عندك في اكسل شيت ال 30 عميل مره واحده تلقائي على طول. تلقائي هم بمجرد ما يملوا الكلام اللي انت بعته لهم. شفتوا يا جماعه الفورمه بتاعه جمعيه رساله اللي هي مثلا ايه, ايوه انا حضرت والكورس ده كذا واسم المحاضر محمد تحسين والكلام ده. دي بتسمى عندهم في اكسل شيت. تمام. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يعني قصدي ان جمعيه رساله بيبعتوا لكم زي فورم او استمارات كده تملوها. دي انتوا طبعا مش متخيلين جمعيه رساله دي حجمها قد ايه. فتلاقي مثلا في الكورس مثلا بال 30 وال 40 واحد, اول ما هم بيسجلوا فبيسمى عندهم في اكسل شيت ال 30 واحد دول اتسجلوا. فاهمين قصدي؟ دي انا عملتها امبارح. يعني انت شوف الفيديو ده على القناه, مش بهزر والله, الفيديو ده فعلا مفيد جدا وهيفيدكم كتير كتير جدا 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 لو انتوا بتلموا داتا من ناس كتير. تمام تمام. انا مبسوط وربنا يخليكم ان شاء الله نستفيد اكتر من بعض. ماشي يا شباب.
الحمد لله، انا كمان مبسوط جدا النهارده عن اي محاضره فاتت. ربنا يبارك حبيب، وان شاء الله المحاضره الجايه تبسطك. ماشي يا شباب. يا رب ماشي. يا رب ان شاء الله. ماشي، مع السلامه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.